الميثود اللي بيه الحين هاي اللي بيجمع كل هالاد وبيسويهم. الاد هني خب عندي نوعين، مثل ما تشوفون عندي بوليان اد، اد اوبجكت ان انتري ات ذا اند اوف ذا ليست اند ريتيرن ترو. انا شنو ان الدايركت احطه اخر شيء، اخليه عقب اخر نوده. والثاني واحد شنو اختار مكانه بالانت، يعني اعطي اليوزر تو اوبشن انه يقدر يخليه اخر شيء، واقدر اخليه من النص او اي مكان يبغي. تمام، هني add object entry in the list at the location given by index. احنا خب بنسوي هاي اول، عقب شنو عقب بنسوي الثاني. زين، انا صراحة اتوقع ان انتو جات لكم الافكار ان تقدرون يعني تتوقعون شنو بيصير، خاصة شفتوا ال array list احنا شلون كتبناه، فاتوقع عندكم الفكرة وبتقدرون تسوونه. فبنكتب شنو هالمرة، ما بنكتب برايفت لان شنو نبي نستدعي في المين، بنكتب public. بنقول له شنو عندنا واحد void add. شنو بنستلم؟ بنستلم شغلتين مثل ما موجود index. خلوا الindex قبل الميثودات اللي من هالنوع، خلوا الindex قبل. ليش؟ لأن اليوزر إذا بيحط يعني إندكس، يعني هو مهتم إنه يحط الإندكس، بيحط الإندكس دائما أول شيء، هو بيحط الديتا، فدائما خلوا الإندكس أول شيء. بعدين شنو بيقول له؟ بيقول له إي أيتم إنتري اللي هو يعني مو مهم، خلينا نقول أيتم. إزاي؟ الحين احنا سوينا الاد مالنا. اول شيء بنسوي سيفتي اللي هو شنو اندكس، لان ليش هالاندكس هو اليوزر بيخليه. يمكن تسالوني ليش احنا هني ما خلينا سيفتي؟ سببين، اولا لان هاي بيستدعي هالميثود اوريدي، زين، فما يحتاج يكون اثنين سيفتي، واحد كفايه. شغله الثانيه ان هاي بالكمبيوتر بيكون استدعاء له، اما هاي باليوزر. تمام، فممكن يسوي لنا ايرور. زين، فهني شنو بنقول له؟ بنقول له اف اندكس less than zero or اندكس greater or equal size عطني exception. فشنو بنقول لهم؟ بنقول له through new، بنستخدم index، بنستخدم exception ثاني هنا اسمه index out of bounds. فشنو بنخلي اللي هني ال index؟ انا لاحظت في الكود مالكم ان شنو صاير، ان هني حوله يعني انتجر الى سترينج بعدين خلاه، ولكن عادي مدام ما اعطانا ايرور يعني اوكي ما نحتاج نحوله. تمام، ولكن تحويله عشان اللي يبي يعرف بنقول له شنو، بيقول له انتجر بالكلاس انتجر تو سترينج ونخلي الاندكس داخله. انا شفت في الدكاترة يخلونه بهالطريقة، زين، انه يعطي هالاكسبشن يعطيك سترينج، ولكن حتى لو عطيناه بس اندكس اللي هو انتجر بعد اوكي شكله اوتوماتيك يتحول. ليش مخلين تحويله هني؟ بوريكم السبب. اذا نضغط على هالكلاس كنترول وكليك بيوديني حق الكلاس ماله، زين، وهني مثل ما تشوفون يستلم شنو string. وخلينا نشوف من وين السوبر ماله، من وين الكلاس، من هني بعد نفس الشي
string message بس الظاهر انه اوكي. شوفوا اخر شيء ودينا حق exception اللي هو اكبر واحد فيهم. خلينا نشوف، فخلنا نحط string احسن، لان ما دام الكلاس هو already يستلم string فخلنا نحط string. ولكن انا جربت بالانتجر بروحه ما اعطاني ايرور، تمام؟ فيمكن كان فيرجن قديم او شيء. فخلصنا من السيفتي، هاي اول شيء. ثاني شغلة لازم الحين احنا بنسوي الاد، احنا بارزين، تمام؟ احنا بنسوي الاد، ولكن اي اد فيهم؟ هل بنسوي اد فيرست ولا اد افتر؟ احنا ما بندري شنو الحالات اللي بتكون الاد حقها. فشنو بنخليه؟ بنخلي اف ستيتمنت، بنقول له شلون بنعرف متى نستدعي اد فيرست ولا اد افتر؟ مثل ما تشوفون اد فيرست ولا اد افتر، الجواب من الاندكس. فاذا قلنا الاندكس equal 0، هاي واحدة من الطرق، زين. ولكن الطريقة الافضل اللي انا يعني اتعود عليها، لان ممكن ليش؟ ممكن يكون الهيد موجود ولكن ابي اغير الهيد او شيء كذي. اذا خليت اندكس 0، زين، شنو بيصير؟ بياخذ مكان الهيد، فانا ما ابي اخذ مكان الهيد، ابي بس في مره واحده يشتغل، تمام؟ فشنو بنقول له؟ بنقول له اشتغل في حال ان الهيد ايكوال نال. بس هاي في هالحاله بس الميثود مالنا في اد فيرست بيشتغل. فبنقول له اد فيرست وبنعطيه الايتم، خلاص هو بينادي، تمام؟ بعدين بنقول له إلس، زين. الحين إلس عندنا حالتين، في الإلس احنا بننادي الاد افتر، خب اكيد 100%، ولكن اد افتر شنو يحتاج؟ يحتاج رفرنس، ورفرنس من وين بنيبه؟ من الجيت نود، تمام؟ فشنو بنقول له؟ النود اللي بنستلمها من الجيت نود لازم يكون عندنا مكان هني لها. فشنو بنكتب؟ نود، خلينا نسميه ريف اللي هو ريفرنس، ايكوال شنو؟ ايكوال النود اللي بنحصلها هني في الريتيرن عقب، تمام؟ فشنو بنقول له؟ بنقول له جيت نود، وشنو بنعطيه؟ بنعطيه الاندكس اللي هو هاي، زين. وقت اللي حصلنا reference الحين بن add after، تمام؟ انا نوعا ما عكست، خليت الداتا قبل، المفترض اخلي الداتا عقب، فخلينا نعدل هالشي. يعني الداتا نوديها ورا ونخلي فاصلة هني، تمام؟ فهني شنو بنخلي؟ اول شي بنخلي الرفرنس فاصلة ايتم. ممكن نسوي حركة تبسيطية حقنا، ان شنو؟ شوفوا هني سايز بلس بلس، نشيله من هني ونشيله من هني ونكتبه مرة واحدة وين؟ عقب الميثود، يعني هني سايز بلس بلس، تمام؟ فنقدر نخليه هني، وكذي احنا خلصنا الاد مالنا الاول واحد. الحين خلينا نروح حق الاد الثاني اللي هو شنو؟ بالبوليان. فشنو بنقول لهم؟ بنقول له public boolean، add، بيستلم بس item، فشلون بنسوي هالميثود؟ هالميثود مفترض يكون وايد سهل،
وما يكون في مشاكل تعقيد زين، ودائما يكون يرجع لنا true. انه اذا صار add يعني بيصير false بس في حالة انه صار مشكلة او شيء. فشلون نسوي ال add؟ ابسط طريقة من مكان نكتب كل هاي، كل هاي شنو بنسوي؟ بنسوي كول. شنو بنقول له؟ بنقول له add. زين نحتاج شغلتين، نحتاج index و item. item خب عندنا index شنو بيكون؟ بيكون السايز. فبنقول له سايز فاصلة item. خلصنا، باقي شيء بسيط اللي نكتب له return true. مثل ما تشوفون السايز يوم انا خليته هني اختصرت على روحي، كان الحين لازم اكتب السايز هني بعد وفي هالمثلين اثنيناتهم. ولكن اذا عرفت اذا مكان عام يصير فيه سايز او يصير فيه بلس بلس او ماينس ماينس نفس هني، فاسوي في ذي المكان وما علي من الباقي لانه اوريدي بيصير انكريز حقه. تمام، خلينا نحط شوي كوما. بنسمي هاي جنرال اد اللي هو الاساسي اللي اليوزر يستخدمه او يستدعي. تمام، خلا نرجع الفكرة على السريع. إن شنو سوينا؟ ثلاثة مثودات. أول واحد بس يحط النودة في الهيد وبس ينتهي شغله هنا. ثاني واحد يضيف النودات ويضبط النكس مال النود اللي قبل، إنه يسوي النودة ويخليها في النكس مال آخر نودة أو النودة اللي نعطيها إياه، وهني يطلع لنا النودة اللي نبغيها، يعطينا النودة اللي نبغيها. وفي الجنرال شنو قلنا له؟ قلنا له حطينا احتمالات، اذا هيد فاضية نستدعي add first، واذا null واذا مو فاضية نستدعي النود اللي قبل ونسوي نود ونخليها ونستدعي add first، وبيصير بلاس بلاس هني عشان نختصر على روحنا. وسيفتي كان عندنا حق الاندكس، وسوينا له حولناه الى سترينج لان الميثود وهو هناك يكون سترينج. تمام، خلينا نروح الحين حق الميثودات الباقيه.